كامل مر عن آخر زيارة قام بها وزير الأشغال العمومية لمشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لنفق الطريق السيار شرق غرب بجبل وحش بقسنطينة. عبد القادر قاضي يعود اليوم ليقف على مدى تقدم أشغال المشروع. استدراك باش نستدرك وكلش لازم وقت، ولكن فيه تحسن. التحسن هذا راه في الميدان، ولكن باش نسترجعوا كاع واش ودرنا وقت لازم يزيدوا يضعفوا الامكانيات الكافيه. واليوم تكلمنا باش يزيدوا فيه امكانيات اخرى من جانب السوايع نتاع العمل وايضا الامكانيات الميكانيكيه. لهذا نقول فيه امكانيات باش نكونوا في الوقت اللي حدناه، قلنا وعاودنا ونزيدوا نعاودوا شهر جوان ان شاء الله. الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين باب القنطره وحمى بوزيان مشروع اخر بلغت نسبه انجازه 90%، وقف عنده السيد الوزير. هذا الطريق سيساهم في التخفيف من الاختناق المروري قريبا. في انشغاله الصحي وبهدف الحد من